نظل نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة، من انطلاقات صباح هذا اليوم، شوطنا العاشر في مجموعة أشواط هذا الصباح، ينطلق بعون من الله تعالى وتوفيق. الشوط التاسع، الشوط العاشر هنا الخاص في هذه المسيرة للثنايا بكار المهجنات الأصايل في مجموعة هذا الصباح المميز في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الأداء المميز خلال هذه المسيرة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من تأتي على الصدارة وتبحر في المقدمة وفي المركز الأول هنا في هذا الانطلاق الجميل والتحدي، تأتينا دارين محمد بن فهيد بن بيشان العجمي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، نشوة في المركز الثاني، خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من دهتينا على ثاني المراكز وفي المركز الثالث. المركز الثالث تأتي العزرة هنا لخلفان بن محمد بن خلفان الهاملي، وهناك الظبي عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي من تأتينا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا بهذا الأداء المميز، الوصول من الجذابة محمد بن أحمد بن هويمل العامري، ووصلت هنا نهاية لسليمان بن محمد بن سليمان الجبرين من تنطلق بهذا الأداء الجميل على المركز الخامس والسادس. المركز السابع من حاف عامر بن حمد بن عفصان المنصوري من تأتينا على سابع المراكز، وفي المركز الثامن هملولة حمد بن مسلم بالزفنة العامري، وهنا تأتي الخوارة بهذا الانطلاق لمحمد بن عتيق بن سالم بن عبيد بن عرطي الحميري من تأتينا على المركز التاسع وعاشر. مراكزنا تأتينا هنا لبحيرية لسهيل بن علي اليبهوني الظاهري من تأتي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق في التحدي في الإثارة، ونعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى دارين على صدارة، دارين على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن فهيد بن بيشان العجمي، هي المنطلقة على صدارة، المنطلقة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني ثاني المراكز خلال هذا الأداء، تأتينا نشوة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي عاشق السلالة المختبر هنا يتواجد في هذا الانطلاق هو التحدي الجميل خلال هذا الأداء المميز. هنا نهاية لسليمان بن محمد بن لسلمان بن محمد بن سليمان الجبرين من تأتينا على المركز الثالث، وفي المركز الرابع الجذابة لمحمد بن أحمد بن هويمل العامري من تأتي على المركز الرابع. خامس المراكز بن حاف عامر بن حمد بن عفصان المنصوري من ينطلق بمن حاف في هذا الأداء المميز، هملولة حمد بن مسلم بالزفنة العامري، سادسا المركز السابع الظبي عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي من يأتينا بهذا الانطلاق السابعا، وفي المركز الثامن العزرة خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي مع العزرة هنا من تنطلق بهذه اللحظات، ثامنا وفي المركز التاسع تتواجد الخوارة محمد بن عتيق بن سالم بن عبيد بن عرطي الحميري. المركز العاشر البحيرية لسهيل بن علي اليبهوني الظاهري من يأتينا بالبحيرية بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام خلال هذا الانطلاق خلال التحدي خلال الإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هناك إلى صدارة،
نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا خلال هذا الأداء الجميل دارين على صدارة، دارين على المقدمة، على المركز الأول. محمد بن فهيد بن بيشان العقبي هي المسيطرة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط خلال هذا الأداء المميز. المركز الثاني نشوة، خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي من يأتينا بنشوة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث نهاية لسلمان بن محمد بن سليمان الجبرين والجذابة، الجذابة على المركز الرابع. الجذابة تتواجد محمد بن أحمد بن هويمل العامري من تأتينا رابعا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس من حاف عامر بن حمد بن عفصان المنصوري، وتأتينا هنا هملولة حمد بن مسلم بالزفنة العامري. خلال هذا الانطلاق والتحدي الجميل في هذا الأداء المميز هنا بهذا الانطلاق والستة المراكز الأولى خلال هذا الأداء الجميل هنا والتحدي. المركز السابع والانطلاق على سابع المراكز بهذا الأداء الجميل هنا والقادم الظبي على المركز السابع بهذا الأداء المميز عبد الله بن محمد بن محروم المحرمي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن أقدار محمد بن حمد بن سليمان الجبرين من يأتينا بأقدار على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع اللي هنا العزرة لخلفان بن محمد بن خلفان الهامري والبحيرية. المركز العاشر لسهيل بن علي اللي يبهوني الظهري من تأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى ضعناها على حضراتكم خلال الانطلاق، خلال التحدي، خلال الإثارة. دارين هناك المسيطرة، دارين هي المسيطرة على زمام الأمور، على المقدمة، على المركز الأول. تنطلق بهذا الأداء المميز محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع دارين على الصدارة، على المقدمة، وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط خلال هذا الانطلاق والتحدي المميز. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، بهذا الانطلاق وتباعد المسافة بينها وبين بقية المشاركين. المركز الثاني الجذابة محمد بن أحمد بن هويمل العامري من تأتينا على المركز الثاني. وفي المركز الثالث هنا المنطلقة نهاية سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين مع نهاية سمحة من الجانب الآخر هنا القادمة في هذه اللحظات. أو من حاف عامر بن حمد بن عفصان المنصوري من تسللت من الجانب الآخر، تسللت بالانطلاق بالتحدي. وهنا تأتينا هملولة حمد بن مسلم بالزفنة العامري مع هملولة رابعا. وفي المركز الخامس نهاية سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين. وهنا نشوة خليفة بن عبد الله بن ثاني النعيمي، ووصلت أقدار محمد بن حمد بن سليمان الجبرين مع أقدار القادمة بهذا التحدي والإثارة الجميلة بهذا الأداء المميز. هناك الظبي لعبد الله بن محمد بن حروم المحرمي من تنطلق بهذه اللحظات الثامنة. وفي المركز التاسع العزرة خلفان بن محمد بن خلفان الهاملي والبحيرية. في المركز العاشر هنا بهذا الانطلاق للسيد سهيل بن علي اللي يبهوني الظاهري، وأسماء خلف المراكز العشرة الأولى. ولكن هناك دارين على الصدارة، دارين على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. دارين هي المنطلقة بالتحدي، المنطلقة بالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هناك من تسيطر دارين على صدارة هذا الشوط لمحمد بن فهيد بن بيشان العجم هي المسيطرة على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط خلال هذا الانطلاق والكيلومتر الأخير. المركز الثاني هنا من حاف عامر بن حمد بن عفصان المنصوري مع من حاف على المركز الثاني.
المركز الثالث نهاية سلمان بن محمد بن سليمان آل جبرين والجذابة الجذابة محمد بن أحمد بن هويمن العامري من تأتينا على المركز الرابع يا سلام وتتسلل إلى الثالث إلى الثالث وعينها على الثاني وعلى عينها على المقدمة عينها على دارين عينها على دارين يا سلام الله دارين على الصدارة على المقدمة لمحمد بن فهد بن بشار العجمي ولكن الجذابة 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 تجذب الجذابة تجذب ودارين على الصدارة والجذابة الجذابة الجذابة يا سلام يا سلام الجذابة من انتزعت الصدارة انتزعت المقدمة انتزعت المركز الأول وصدارة هذا الشوط ها هي الجذابة أو هنا الله نهاية 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 والجذابة نهاية 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 من انتزعت الصدارة انتزعت المقدمة انتزعت المركز الأول نهاية خلال هذا الأداء المميز تهانينا لسلمان بن محمد بن سليمان آل جبرين على فوز النهاية بالمركز الأول تهانينا وناموس المركز الثاني الجذابة محمد بن بن أحمد بن هويمن العامر المركز الثالث دارين محمد بن فهد بن بشان المركز الرابع أدت بن حاف لعامر بن حمد بن عفصان المنصوري وفي المركز الخامس البحيرية السيل بن علي اليبهوني الظاهري من وصلت على المركز هذه اللحظات هنا أيضا الخامس نعود مشاهدينا الكرام لحظة الوصول في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة خلال هذا الأداء الجميل ولحظة وصول النهاية إلى خط النهاية معلنها الفوز معلنها الناموس لسلمان بن محمد بن سليمان آل جبرين تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام على هذا الأداء ودد السلام لأهالي المملكة العربية السعودية في هذا الانطلاق المميز والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام وهنا لحظة تسللها إلى خط النهاية بعد أن أعلنت الفوز وأعلنت الناموس تهانينا بهذا الأداء الجميل والتوقيت الزمني 12 دقيقة 44 ثانية أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت هنا أيضا اللي هي نهاية تهانينا والناموس بينما المركز الثاني الجذابة من أتت على المركز الثاني هنا للسيد محمد بن أحمد بن هويبر العامري 12 دقيقة 48 ثانية جزئين من الثانية بينما المركز الثالث نتأكد من صاحبة المركز الثالث وصل الدارين في المركز الثالث في هذا الانطلاق والتحدي محمد بن فهد بن بشار العجمي تهانينا وناموس بس راح دقيقة 49 ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية في هذا الانطلاق والتحدي الجميل هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام